موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مقتل شخص وإصابة ابنه برصاص مجهولين قرب ذوار الراعي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي. مقتل امرأة وإصابة 4 مدنيين من عائلة واحدة بقصف مدفعي لقوات سلطة الأسد استهدف منازل المدنيين في قرية معربليت جنوبي إدلب. وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة تعلن انتهاء حملة لقاح الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال في مراكزها المنتشرة في الشمال السوري. الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادي في قوات يبيجي بعملية أمنية في مدينة القامشلي بريف الحسكة وفق وكالة الأناضول. صحيفة الوطن الموالية لسلطة الأسد تكذب بيان وزارة الدفاع التركية والذي يتحدث عن خطوات تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وتؤكد أن الاجتماع بحث انسحاب تركيا من الأراضي السورية فقط. قصد تختطف الفتاة فداء عبد الجليل وتقتادها للتجنيد الإجباري بمناطق سيطرتها، وناشطون يطلقون حملة على تويتر مطالبين بتحريرها.